العتاد هذا مقسم إلى ثلاثة جهات، بلديتي جانات وبرج الحواس، كل واحدة عندها القائمة تاعها، وكذلك العتاد المخصص لولاية جانات. هذا العتاد كله مخصص لمحاربة الفيضانات وللتدخل في حالة طوارئ في المنطقة. قمنا باستلام العتاد الذي خصص لولاية جانت فيما يخص برنامج الفيضانات. نحن كسلطات محلية مثمين هذه العملية الذي سوف يكون لا محالة دعم لحظائر البلديات، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي سوف نقوم باستعمال هذه الأجهزة والعتاد.